ينضم الينا الاستاذ حسن لافي الكاتب والمختص بالشان الاسرائيلي. استاذ حسن اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ حسن. مع هذه الخسائر التي تتكبدها القوات الاسرائيليه في هذا التوغل البري المستمر منذ ايام في قطاع غزه، لماذا تصر قوات الاحتلال على هذا التوغل في اكثر من منطقه مع هذه الخسائر التي يتكبدونها على يد الكتائب القسام او المجاهدين؟ في رأيك طبعا. يعني في الحقيقة الجيش الإسرائيلي يعاند ويكابر بشكل كبير، لأنه في الأساس هو أقدم على العملية البرية لإعادة قوة الردع على أقدام وتحت أقدام القوات النخبة من المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر. قبل قليل كان يتكلم قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي فرانكلين ويقول أنه يعني تلقى ضربة موجعة جدا وقاسية من قبل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر وأخرجتنا من طورنا أو من اتزاننا، ونحن الآن نحاول أن نعيد الاتزان من خلال عملية برية. إذن العملية البرية ليست من أجل الأهداف العسكرية حقيقة فقط، ولكن هي من أجل إعادة التوازن للجيش الإسرائيلي وللمشروع الصهيوني. لذلك تجد أن هناك إصرار عنيف. أستاذ حسن إشارة ضعيفة، طبعا في مشكلة في التواصل مع الأستاذ حسن، على أي حال لحد ما يرجع لنا مرة تاني. أستاذ حسن أنت معنا؟ نعم تفضل. وبالتالي هم يقاتلون رغم كل الخسائر، ولكن الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي باتت تستشعر هذه الخسائر، ونحن حتى الآن نتكلم عن أكثر من 40 قتيل إسرائيلي في أقل من 6 أيام من القتال البري الفعلي. يعني اليوم العاشر للعملية البرية، ولكن القتال الفعلي فقط 6 أيام حقيقة. وفي 6 أيام لم تستطع إسرائيل تتقدم أكثر من كيلومتر فقط. وبالتالي هذه الجبهة الداخلية طبعا الأستاذ حسن بيكلمنا من غزة، والأمور هناك صعبة في الاتصالات وفي الانترنت يعني. طيب حتى نرجع مرة أخرى للأستاذ حسن، كان بيكلمنا عن الخسائر وكان بيكلمنا أن الإسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي بيعاند مع هذه الخسائر التي يتكبدها ليل نهار، لكنه بيعاند وعايز يحقق أي انتصار على الأرض. طيب خلينا ناخد الأستاذ حسن، ممكن لو في وقت نكمل في الموضوع ده. أستاذ حسن رجع لنا مرة تاني. أستاذ حسن أهلا بيك، اتفضل حضرتك كمان. لذلك إسرائيل تدرك أن استمرار العملية البرية أولا أو حتى يعني الإقدام على العملية البرية هو يعيد التوازن للجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي. الأمر الثاني له علاقة بالسياسة. إسرائيل كانت في اللحظات الأولى تدرك أن هناك غطاء أمريكيا مفتوحا، ولكن بعد الحراك الدولي الذي بات على المستوى الشعبي على الأقل يتحرك في عواصم دولية مهمة ويضغط على الحكومات، وبدأ هناك حراكا عربيا أيضا ونوع من أنواع فتح الجبهات الجديدة وإمكانية تدحرج الأمور إلى معركة إقليمية، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإسرائيل أنه لا يمكنها أن تغطيها على مدار الوقت. وبالتالي تم الإشارة لإسرائيل أن ليس طيب. أستاذ حسن فقدنا الاتصال مرة أخرى مع الأستاذ حسن للأسف الشديد. طيب أستاذ حسن معنا؟ تفضل يا فندم تفضل. وبالتالي هناك تكثيف في العمليات البرية، ولكن حتى الآن وكما ترد الأخبار من الميدان قبل قليل أن هناك كتيبة من المدرعات الإسرائيلية على محور الشمالي الغربي بالقرب من مخيم الشاطئ وقعت بكمين للمقاومة الفلسطينية، وهناك مجزرة للدبابات الإسرائيلية في هذا المكان. وبالتالي نحن أمام مشهد حتى الآن إسرائيل لم تستطع التقدم إلى ما كانت يعني تقول أنه ممكن خلال 48 ساعة إلى قلب مدينة غزة وهي مستشفى الشفاء ومحاصرة مستشفى الشفاء. وبالتالي نحن أمام مشهد إسرائيلي معقد في مقلب ما هو يخشى من الهزيمة العسكرية بشكل كبير وتتكرس انكسار الجيش الإسرائيلي، وفي مقلب آخر هو يريد أن يحقق أي إنجاز
مهما كان هذا الإنجاز لكي يسوقه لشعبه ول. طيب أستاذ حسن، حتى نستفيد بوجودك معنا، طبعا هذه الأمور التي تتحدث عنها العسكرية تنعكس على الجانب الاقتصادي، وهناك خسائر اقتصادية لإسرائيل كثيرة ذكرنا بعضها في سياق هذه الحلقة، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تصمد إسرائيل في هذه الحرب على مدار الشهور الأيام القادمة مع هذا الدعم الغربي؟ أنا لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى أشهر، يعني أنا تقديري الأمور لن تصل إلى أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع. لا تستطيع الجبهة الداخلية الإسرائيلية متفككة على مستوى السياسة، هناك أزمة بين القادة السياسيين بعضهم البعض، على مستوى الجيش وعلاقته مع المستوى السياسي أزمة عميقة ما بين بنيامين نتنياهو وقادة الجيش، على المستوى الاقتصادي وهو عنصر مهم جدا الشيكل اليوم يترنح أمام الدولار، رغم أن البنك المركزي الإسرائيلي يعني قدم كثير من الدولارات إلى السوق الإسرائيلية، ولكنه يترنح وينهار أكثر وأكثر. على مستوى قطاعات كاملة في الاقتصاد الإسرائيلي باتت مفقودة، قطاعات مهمة، قطاع الطيران بالمناسبة ومن القطاعات الأساسية في دولة الاحتلال يترنح. على مستوى إدارة ملف النازحين والمهجرين من مستوطنات الشمال أو من مستوطنات الجنوب فشل كبير، وبالتالي الجبهة الداخلية غير قادرة على أن تعطي إسرائيل وجيشها مسافة من الزمن يكون هناك أشهر، الحديث فقط عن أسبوعين إلى 3 أسابيع في أقصى تقدير حسب يعني قراءتنا للمشهد السياسي والاجتماع الإسرائيلي. لذلك إسرائيل تحاول في هذه الفترة الزمنية المضغوطة نسبيا أن قد تحرز انتصار، المشكلة أنه لا يوجد انتصار إسرائيلي حتى الآن يمكن أن تقدمه للجبهة الداخلية أو حتى تقدمه لمستوطنيها ولا حتى أن تقدمه للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى أمر مهم جدا في زيارة بيرنز مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية، أنه قال أن إسرائيل لا يوجد لديها رؤية واستراتيجية لما بعد يوم الحرب، ويوجد أيضا ثقبا أسودا في المعركة البرية لإسرائيل، وهي ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها إسرائيل. وبالتالي أنا لا أعتقد أن الفترة ستطول أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع في أقصى احتمال. نعم، طيب أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن لافي الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا ليك.